انطلاقاً من الدور الريادي والمحوري لمصر في مكافحة الإرهاب محلياً وبمحيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي، نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول ورشة عمل تحت عنوان التصدي للتنظيمات والظواهر الإرهابية الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بمشاركة مسؤولي وزارات الداخلية والأجهزة الأمنية ب27 دولة وخبراء 6 منظمات دولية وإقليمية، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة. And I believe that Egypt in putting together this event, inviting all these key international partners and regional partners, also demonstrates your commitment to this international cooperation and collaboration to address these threats and really enhance security measures in the region. I'm happy to see that there is an increased interest in reinforcing this cooperation, both in information and intelligence exchange and also in the operational cooperation. مصر دولة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب. دورها مهم جدا، تؤكد قدام العالم جميعا ان احنا قادرين المستوى العربي والمستوى الافريقي ان احنا يتم تبادل معلومات والتنسيق ما بيننا في اساليب اداره هذه الجريمه ومكافحه هذه الجريمه. ناقشت ورشه العمل المستجدات المتصله بانشطه التنظيمات الارهابيه على الساحتين الاقليميه والدوليه والتهديدات الناجمة عنها والظواهر الإرهابية الناشئة والمستجدة، فضلاً عن بحث أفضل السبل لمكافحتها وتبادل المعلومات والخبرات حول أحدث استراتيجيات مواجهة تلك الأنشطة والحد من انتقال عناصرها. قدر التعديل والتنسيق والضيافة من وزارة الداخلية المصرية، وبدون شك هذا المؤتمر وشراكة مع إنتربول يؤدي إلى زيادة وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب. The very purpose of this workshop is to unite both the African continent and the Middle East in establishing a platform or a dialogue to share counterterrorism information and to share expertise within the field of border management to strengthen the country's capabilities to intersect and to interdict counterterrorism. It's very important to have you as a partner. I think that everybody benefits from it, and Europe and Egypt also. عبر المشاركون عن تقديرهم للدور المحوري لمصر في مكافحة الإرهاب وضحر فلوله وبالتضحيات التي قدمها المصريون في سبيل ذلك، ما أدى إلى حالة الاستقرار والتنمية التي تعيشها مصر. استطاعت مصر برجالها الأوفياء محاربة هذا الفكر والوقوف ضده وصده، وزيارتنا لمصر ونشوف كل هذا التطور وكل هذا العمران وكل هذا الدورة الاقتصادية الجيدة ما هو إلا دليل على الأمن والأمان في هذا الوطن. التوصية الأولى: تعزيز تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بين الدول الأعضاء. وأوصت الورشة في ختام فعالياتها بتشجيع واستمرار التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتنقلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومكافحة استغلال شبكة المعلومات الدولية لارتكاب الأعمال الإرهابية، كما أشادت الوفود المشاركة بالجهود التنظيمية وطالبوا بالاستمرار في تنظيم فعاليات إقليمية موسعة مشابهة دعماً للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتعزيز قنوات الاتصال وتبادل الخبرات. تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل ثانية بعد هذه ورشة العمل، سيكون موضوعها الأساسي هو تواجد الإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة بصفة عامة على شبكة الإنترنت وآليات التصدي، كذلك تشجيع كافة الدول الأعضاء على إحداث خلايا أو وحدات تعنى بتحليل المعطيات حسب قوائم السفر. وقد نظمت وزارة الداخلية زيارة للمشاركين في ورشة العمل لمرافق ومنشآت أكاديمية الشرطة للاطلاع على دورها في إعداد الكوادر الأمنية
وكذا دورها في تدريب الكوادر الأمنية للدول الصديقة والشقيقة من خلال مركز بحوث الشرطة. كما شاهدوا جانباً من تدريبات طلبة كلية الشرطة في الميادين التدريبية المتنوعة والمتطورة داخل الأكاديمية وبرامج التدريب التخصصية لإعداد الكوادر الأمنية المحلية، وأشادوا بمرافق الأكاديمية التعليمية والتدريبية وتفردها في مجال إعداد رجال الشرطة على المستويين المحلي والدولي، والذي ينعكس على الأداء الأمني المتميز لرجال الشرطة المصرية.